خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار الموجودة معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس بقصر الاتحادية المرشحين اللي خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. وخلال اللقاء أكد سيادة الرئيس أن النجاح الحقيقي لمصر كلها بيتمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيكلاوس دندياس وزير دفاع اليونان، وده بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. خلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية اللي بتربط بين البلدين، مشدداً على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس التونسي قيس سعيد اللي توجه بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اللي توجه للرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة جديدة، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار ومشدداً على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن اللي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة جديدة، مؤكداً حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات اللي بتواجه المنطقة، وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المرشحين اللي خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وده بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد اللقاء ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وأكد مدبولي توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وأيضاً الخدمات التعليمية بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بمحافظة مطروح، وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات اللي بتتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين، كما أشار إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء في القرى أو المناطق البدوية بالمحافظة في توقيتاتها المحددة لمردودها الإيجابي على أبناء المحافظة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، وشددت الحكومة على التزام معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بالحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن النادرة، موضحة أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية بيتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد،
ويقوم المعهد بإجراء تجارب على هذه السلالات لتحسينها وراثياً وإنتاجياً ثم توزيعها على القطاع الداجن الريفي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بنيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكري بين الجانبين واستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية استلمت القوات البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري وتم بنائها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار المحافظات. من الوادي الجديد تم تسليم حوالي 560 قطعة أرض سكنية لأهالي مدينة الفرافرة. في اسكندرية تم توزيع حوالي 39 ألف تابلت على طلاب سنة أولى ثانوي بالمدارس الحكومية. امبارح كمان في الدقهلية تم الإعلان عن تنفيذ 50% من المرحلة الثانية في مشروع الممشى السياحي في المنصورة. أما بقى في أسيوط بيتم إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بمركز البداري بتكلفة 100 مليون جنيه. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد أعلن مركز مدينة الفرافرة أنه تم تسليم 560 قطعة أرض سكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، وداخل المؤتمر جماهيري تم تنظيمه بمركز شباب عثمان بن عفان بحضور عدد من التنفيذيين ورؤساء القرى وجموع من المواطنين وأهالي الفرافرة. في الإسكندرية أعلنت مديرية التربية والتعليم استلام حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي بواقع 39938 جهاز تابلت، وتم استلام المخصصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم، وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسعة ليتم تسليمها للمدارس الثانوية لتتولى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية. في الدقهلية أعلنت المحافظة انتهاء العمل بنسبة 50% من تنفيذ القطاع الثاني لمشروع الممشى السياحي بمدينة المنصورة، وبيتم العمل على إنجاز الممشى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية اللي بتخدم المواطنين. في أسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز مدينة البداري اللي بيجري تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة. في جامعة بني سويف تم إصدار قرار بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم المبذولة أثناء الفصل الدراسي الأول والإعداد للامتحانات. في سوهاج نظمت مديرية التضامن الاجتماعي احتفالية لتوزيع 22 جهاز لابتوب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة سوهاج، وده في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة. في جنوب سيناء افتتحت المحافظة أكبر معصرة زيتون بمدينة راس سدر، وبيتم العمل في المعصرة بأحدث النظم العالمية لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، وبتعد هذه المعصرة الثانية بمدينة راس سدر مما يسهم في تقليل الضغط على المعصرة اللي بتوجد بقرية أبو سويرة التابعة للمدينة. في أسوان شهدت المحافظة اصطفاف المعدات والسيارات بمدينة أسوان الجديدة بإجمالي 191 معدة بتمثل 25% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة. المعدات المصطفى شملت 114 سيارة نقل ولودر وتلسكوب ومكبس تابعة للوحدات المحلية، ده بالإضافة ل 22 سيارة إسعاف و 48 سيارة كسح وشفط مياه وسبعة معدة وسيارة تابعة لشركة الكهرباء استعداداً للأزمات والطوارئ.